السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير حسب ما هتشوفوني. معكم أسماء ديهي. النهاردة إن شاء الله هنعمل تورتاية حلوة قوي قوي، مش مكلفة أبدا أبدا بالنسبة لمقاسها وحجمها، وبالنسبة كمان لأسعار برة. وإن شاء الله هنعملها من غير أي أدوات للتزيين. تعالوا بينا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملناها إزاي. في البداية أنا عملت 2 صاج اسبونج مقاس 30×40. طبعا انا عملت لحضراتكم الفيديو، ولكن كالعادة النور قطع، وبالتالي الفيديو كان سيء للغاية، فما ينفعش ابدا ارفعه بالشكل ده. 5 بيضات، ربع كيلو من الدقيق، 200 جرام من السكر، معلقة كبيرة محسن جل، معلقة الا ربع بيكنج باودر، 35 جرام من النشا، و125 ملي من المية المثلجة. انا شغاله في صاج 30×40، والتورتايه اللي هنعملها النهارده ان شاء الله 30×30، قست بالمسطره او بالمزوره مقاس 30، وبعد كده بقطع. بصي كده معايا ال10 سم دول انا مش برميهم، هنعمل لهم ان شاء الله اعاده تدوير في حاجات تانية. رجعت الاسبونش مكانه وهجيب الصاج التاني وهعمله بنفس الطريقه. بصي كده بقى جمال الاول الاسبونش، بصي كده جماله وحلاوته واللون بتاعه. ايه رايك بقى في الجمال؟ ركزي كده معايا في اللي جاي. انا هشتغل قدام حضرتك زي ما قلت سابق باتنين ديسك من الاسبونج، وهعمل التورته طبقتين، وهيتبقى مني من كل ديسك 10 سنتي. وتقدري حضرتك تعملي من نفس الديسكين دول تورته 3 طبقات، وهيتبقى مننا نص ديسك. وتقدري كمان تعملي تورته 3 ادوار او 3 طبقات من غير ما يتبقى مننا ولا قطعه. وتقدري تعمليها تورته باتنين طبقه من غير ما يتبقى مننا حاجه خالص. كل ده من الديسكات دي، تمام؟ وان شاء الله ان كنت من اهل الدنيا كل فتره هنزل لحضرتك طريقه. تعالي بقى نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملنا الكريم شانتيه ازاي. لكل 200 جرام من الكريم شانتيه الخام، 150 جرام من السكر، 50 جرام باستر كريم، 400 ملي من الميه المثلجه، يعني ميه بتلج زي ما حضرتك شايفه. وحضرتك لازم تعتمدي الطريقه دي لاي كريم شانتيه حضرتك هتضربيه. ضربت كويس لحد لما بقى فوم، ويا ريت حضرتك ما تكتريش الضرب، لان كتر الضرب في الكريم شانتيه اي نعم بيكتر كميه الكريم، ولكن بيضيع طعم الكريم. بتحس حضرتك بتاكلي حاجه مسكره وبس، وعن تجربه سنين طويله. خلاص اخدت اول ديسك. لو ملاحظه حضرتك انا ما بسقيش، هقول لك ليه. اولا الديسك زي ما حضرتك شايفه او الاسبونج طري جدا جدا، ثانيا هش، ثالثا سكره حلو، رابعا التورته دي انا واخداها هديه لحد حبيبي قوي ومن محافظه لمحافظه، فما ينفعش ان انا اسقيها عشان ما تطرش مني اكتر من اللازم وانا ماشيه بيها، تمام؟ ولكن لو حضرتك بتحبيها طريه عن اللازم حطي براحتك، تمام كده؟ اخدت كده كميه محترمه، حطيتها على الطبقه الاولى من الاسبونج وجلستها بالشكل ده. خلاص هنزل يلا بالطبقه الثانيه. بسم الله، اتفتحت معاكي، اتقطعت معاكي، ولا يهمك. ولو متهربده كلها ولا يهمك، حتى لو دي الطبقه اللي هنجلس عليها اشتغلي يا قلبي بقلب جامد ولا يهمك حاجه. خلاص في ملحوظه حابه انوه عليها، يفضل الكريم شانتيه اول ما يتضرب يتحط في الثلاجه يوم كامل، تمام كده؟ وكمان الاسبونش يا قلبي لازم يبات، تمام؟ بصي كده بعد ما جلست الطبقه الاولى من الاسبونش انا بجلسها على مرتين، اخدت كده السكينه المشرشره او الترنش وهبتدي كده اساوي الحروف بالشكل ده. لو محتاجه تتساوى سويها، مش محتاجه خلاص. والافضل لحضرتك وخصوصا لو لسه مبتدئه في الحاجات دي، يفضل حبيبه قلبي بعد ما نحط الطبقه الاولى من التجليس افضل احطها في الثلاجه لمده ما تقلش عن 6 ساعات او من بالليل للصبح، تمام كده؟ طبعا انا شغاله مع حضرتك من غير الاسبونج ما يبات معايا، ومن غير الكريم شانتيه ما يبات معايا، لان كنت مستعجله على التورته علشان تلحق تتجمد معايا. حطي بقى كميه كده من الكريم شانتيه محترمه، واحنا بنجلس هيطلع معانا اي زوايد في السكرابر. طب اخدت مني قد ايه من الكريم شانتيه؟ اخدت مني ربع كيلو من الكريم شانتيه الخام. حطي بقى يلا كميه كده محترمه من فوق من الجناب،
وزعي كده الكريمة بالشكل ده، وابدأي يلا كده هاتي من جوه لبره. لو وصلتوا معايا لحد هنا أتمنى من حضراتكم لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كل عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو سألتوني الزوايد اللي طلعت مني من التورتة وأنا بجلسها وكمان العشرة سنتي من كل سبونج طالعه معانا عملتي بيه ايه، هقول لحضرتك انا عملت بيه تورته العلبه بتبقى تحفه تحفه تحفه. ان شاء الله الفيديو الجاي او قريب جدا باذن الله هعمل لكم فيديو كامل متكامل عن الهدر اللي بيطلع مننا من السبونشات، وكمان ازاي نعمل تورته العلبه وكمان نعمل منها ميني تورت. تمام كده، جبت بقى السكرابر بالشكل اللي حضرتك شايفاه وابتديت كده اجلس كده وانعم التورته بالشكل ده، بجيب من بره لجوه، واي زياده بتطلع معايا بين كل تجليسه وتجليسه زي ما حضرتك شايفه لو اخده بالك بمسحها كده على حرف العجان او البوله اللي حضرتك حاطه فيها الكريمه. وزي ما قلت لحضرتك سابق هي بتاخد كفايتها والباقي بيطلع معانا في السكرابر زي ما حضرتك شايفه كده. تمام كده، خدي بقى كده الزوايد كلها يلا، وحضرتك بتجلسي هيبلك العالي من الواطي، هتاخدي كده قطعه بقطعه تيجي تحت ايديكي في الواطي وتحطي فيها كريم شانتيه وترجعي تاني تجلسي لحد لما تنعم معاكي وتحس حضرتك ان هي كلها مستوى واحد. على طول وقفي التجليس وعلى طول هندخلها التلاجه طبعا بعد ما بنجلس الطبقه التانيه. تمام كده، عشان لسه هننزل دلوقتي بالجناش، فلازم حبيبه قلبي الجناش لما ينزل ينزل على سطح مثلج يعني بدرجه حراره التلاجه عشان يمسك معانا بسرعه. تمام، يلا بقى كده هاتي كده من جوه لبره وابداي كده نعمي زي ما حضرتك شايفه كده. وكذلك الامر اي زياده بتطلع معانا بنزل بيها على طول على حرف البوله او العجان اللي موجود فيه الكريمه، انا ما بحطش في ميه زي ما حضرتك شايفه كده، وطالعه تحفه وزي الفل. وبالنسبه حبيبه قلبي للطبقات زي ما قلت لحضرتك في اول الفيديو انا شغاله طبقتين بس عشان حبايب قلبي اللي التورته راحت لهم ما بيحبوش الطبقات العاليه، لكن حضرتك تقدري تعلي الطبقات براحتك خالص. وان شاء الله كل فتره هنزل لحضرتك بنفس المقاس كذا طبقه للتورت. تمام، تعالي بقى كده هنقول ونتكلم عن الجناش انا عملته ازاي. انا اشتغلت في التورتيه دي بالجناش عباره عن 200 جرام من الشوكولاته الملك، 3 معالق كبار من الكاكاو، 4 معالق كبار من الكريم شانتيه الخام، معلقه من الزيت بس يكون بدون ريحه، معلقه كبيره من عسل جلوكوز، وتلت كوبايه من الميه بالكوب المعياري او كوبايه الشاي. تمام كده، طبعا حطيت الاول الميه مع الكريم شانتيه مع العسل الجلوكوز مع الزيت على النار لحد لما غلوا غلوه واحده، وبعد كده ضفت الكاكاو قلبتهم تقلبتين بالمضرب اليدوي، وبعد كده نزلت بالشوكولاته لحد لما سحت معايا، وبعد كده صفيتها بالمصفه السلك الصغيره اللي بنصفي بيها الشاي، وبعد كده سبتها لحد لما بردت، وبعد كده هشتغل بيها دلوقتي قدام حضرتك. بننضف بقى التورته بتاعتنا او البورده بالشكل ده. تعالي بينا يلا نشوف كده الجناش بعد ما برد بقى شكله ايه. بصي كده الجمال، بصي كده التقل. اخدت بقى كده حبه في كيس ثلاجه وهبتدي كده امشي على حرف التورتايه عشان احدد بس انا هعمل ايه. خدي بالك معايا ان شاء الله قريب هعمل لكم فيديو كامل للجناش عشان في طريقتين للجناش، في بالجيلاتين وفي بدون جيلاتين. الطريقه اللي قدام حضرتك دي بدون جيلاتين. تمام كده، وعلى طول هجيب بقيه الجناش وهنزل بيه على نص التورته بالشكل ده وابتدي كده اوزعها بالتساوي يمين شمال لحد لما اغطي كل سطح التورته بالشكل اللي حضرتك شايفاه، وهاخد كده من فوق وانزل كده على جناب التورته او على جوانب التورته. تمام كده، بصي كده بقى على طول اول ما نزلنا بيه على التورته الوضع بقى شكله ايه عشان حطيناه في الثلاجه، فبمجرد ما نزلنا بالجناش بقى متماسك ازاي. خدي بقى يلا كده من فوق وانزلي على طول على الجوانب، وتعالي بقى نشوف هنشكلها ازاي. هعمل لكم تشكيل حلو قوي قوي، سهل وبسيط واي حد يعرف يعمله حتى ولو مبتدئ وكمان بدون تب.
نخلص بس الكلام ده كله الأول بالشكل اللي حضرتك شايفاه، وزي ما قلت لحضرتك سابق لازم أحط كمية كبيرة من الكريم شانتيه في التجليس. ليه؟ عشان دلوقتي وأنا بشكل لو كمية الكريم شانتيه مش كافية، يعني مش كتيرة، هيبان معايا أرضية التورتة اللي هو الاسبونج، وأنا مش عايزة كده. بصي بقى أنا بعمل إيه؟ جبت الاسباتولا أو الترنش اللي حضرتك بتشتغلي بيه ونضفته كويس جدا، وباخد كده من حرف التورتة وبدخل على جوه لحد المنتصف، وبين كل مرة ومرة بمسح الاسباتولا في الطبق اللي فيه الجناش. أهم حاجة تكون نظيفة معايا كويس جدا، وبين كل 3-4 مرات بمسح الاسباتولا أو الترنش بكلينكس مطبخ. تمام كده؟ خدي بالك معايا أنا بعمل إيه؟ أنا مش هتكلم وهسيب حضرتك تتفرجي. نضفي يلا بقى التورتة بالشكل ده زي ما حضرتك شايفة كده. ايه رأيك بقى كده في الشكل؟ بجد ولا أروع. بصي الكلام ولا طعمها، مش عايزة أقول لحضرتك تحفة جدا، حلوة بدرجة ما حدش يتخيلها. ميكس الجناش مع الكريم شانتيه مع الاسبونش وهو دايب كده في البق دوب. بصي كده الجمال، بصي الحلاوة، بصي الشكل، بتتكلم عن نفسها. مش عايزة أقول لحضراتكم أنا أخداها من محافظة لمحافظة، وفي عربية كمان غير مكيفة وزي ما هي. بصي كده أول ما دخلت بيها وريتها لكم على طول. طبعا ما يفوتنيش إن أنا أقطعها قدام حضراتكم وأوريها لكم. بصي كده الكلام، بصي الشكل، ولا تأثرت عشان الكريمة بتاعتنا مضروبة صح الصح. تاكلوها في الهنا يا رب، وبألف هنا وألف شفاء على قلوب كل اللي أكلوا منها. مش عايزة أقول لحضراتكم كانوا بيتخانقوا عليها من اللي يدوق الأول. شكرا ليكم، مع ألف سلامة.